ابوه الله يرحمه ابو عصام. انا ابني كبير رياض لكن ما اريد هذا للاسف الصغير عصام. عندي من حمد الله 10 البنات والولد 10، وهسه عندي عصام احبه. والبقيه؟ لا البقيه ما احبهم ولا اريدهم. الله لا يوفقهم ولدي، الله لا يوفقهم لا يعطيهم العافيه ان شاء الله. تدعي على اولادك حجي؟ والله ادعي عليهم هسه وبعد. كان عندي معرض مال سيارات وملكي فيه واشتغل فيه. المعرض الله لا يوفقهم ان شاء الله. اي لا مو مالي بعد راح. الله لا يوفقهم ان شاء الله. المعرض وين هو هذا؟ بالحبيبيه. السلام عليكم، شلونك؟ شلون ابوك؟ قال له تعال انت يا ابوك. ابويا شنو ابويا؟ اليوم البارحه من مات ابويا. الله مات ابويا. وياي لاقيني من جماعه صدقاني وقال عمي شو يقول؟ ما جيت قلت مين يقول لك؟ قال ولدك. الله اكبر. اي والله والله والله. الله لا يوفقهم ولدي، الله لا يوفقهم لا يعطيهم العافيه ان شاء الله. من هذا الموضوع مو جديد؟ لا صار لي 30 سنه انا لا اعرفهم ولا يعرفوني. سلام ما يسلمون علي. الاحساس انا ابنك حاج اخوي الكبير والله الله يسلمك. صار لي هذا ام الفقراء ام الفقراء ام الفقراء والله هو اللي بعيش الفقراء هو جاي من باجبهم. من الواقع غدا الساعة 10 مساء على يو تي في.